بقولك ايه يا اسطى، اطلع بسرعه على الست اللي نزلت من الفندق دي، بس امشي وراها بالهداوه. يا بيه وانا مخبر ولا مخبر؟ يا بيه انا سواق تاكسي بس، امشي ولا الناقي تشوف راحه فين؟ دي مش شغلتي. معلش بس احنا مفيش حاجه خالص، احنا غرضنا شريف جدا، احنا عايزين نوفق راسين في الحلال، هي دي المساله كلها. صدقنا يا اسطى احنا ما بنكدبش. ماشي بس كله بحسابه. ولا يهمك، احنا راقبين صدقنا. يلا يا اسطى اتكل على الله. بقول لك يا حاج، انزل انت وراها عشان انا خايف، عشان لما تشوفني تعرفني. عندك حق يا مراد، يلا بينا ليه. تعالي ثواني بس. هي راحت فين يا لينا؟ مش عارفه، ممكن تكون طلعت لحد في اوضته. ما افتكرش. بس برضه لو طلعت لحد مش هنعرف طلعت لمين. دوري بس مع اللوبي واسع وانا امي. بدور فين؟ اتفضل. من امتى سابوا لي الرساله دي؟ معرفش يا هاني. ضروري بنستلم ورديتي، يعني قبل الساعه 9. ماشي. واحتمال تكون سابوا حضرتك امبارح بالليل. بس متشكره. بالعفو. سلام يا فاضي. اتفضل. يلا يلا يا اسطى دور واطلع وراها بسرعه. وبعدين بقى يا فندي، احنا هنجري في الشوارع رايحين جايين ورا الست دي؟ يا عم ما فيهاش حاجه خالص، فعل الخير واجب برضه. صدقني يا اسطى الست دي نصابه كبيره قوي، لازم نعرف هي بتشتغل مع مين عشان نقبض عليها. افهم من كده انتوا بليس ولا ايه؟ اطلع اصلا انت ساكت. يلا بيك على الله. يلا وبيدخن في وشها. بقول لكم انتوا اللي قريبين زمان بيقولوا ايه؟ تراست مي. تراست يو؟ اتس بلاك ميل. اتس بلاك ميل. اند اي ويل نوت سبميت تو ات. نو. يا جماعه انا اكتشفت حاجه جامده قوي دلوقتي. ايه؟ الناس دول بيتكلموا انجليزي. بيتهيألي اني سمعت كلمه بلاك ميل. ايه؟ يعني ابتزاز. الظاهر ان الراجل ده بيحاول يبتزها. انا عرفت حاجه مهمه قوي، الراجل ده شكله مش مصري بس اعذروني
مش قادرة احدد جنسيته يا بابا. من الفيوم يا لينا، انت لماحة، برافو عليكي. ورقك معايا. اوكي. No, it's not okay. You bring me back my papers, please. And I promise you, yes, I promise you that I will get you what you want from Ayman. سمعته؟ دي بتقول عايزة ورقها، زي ما يكون الراجل سرق منها ورق. هراهنكوا يا جماعة بمليون جنيه إن الراجل اللي قاعد معاها ده هو نفس الراجل اللي قتل الشغالة الغلبانة بتاعت الفندق. وانت ايه اللي عرفك يا مراد؟ مش عارف، احساس داخلي يا اخي. طب بقول لكم يا جماعة، انا عندي فكرة جامدة قوي، يلا نخلع، لان الناس دول لو خدوا بالهم ان احنا موجودين هنا هيقطعونا بالصلاة على النبي. يلا بسرعة. انت ازاي تتجرب تجيني هنا؟ اظن هاني الاوان يا مدام ان احنا نتكلم بصراحة. اتفضلي. رغم كل اللي حصل بينا يا ايمن، انا ما تعودتش منك خالص انك تكلمني باللهجة دي. انا مش مصدقة. معقولة ده ايمن اللي انا عرفته؟ بتتكلم باللهجة دي مع مين؟ معايا أنا؟ إيه يا أيمن؟ خلاص؟ نسيت كل اللي كان بينا؟ نسيت حبنا؟ بليز ستوب إت. أنت عارفة كويس يا داليا إن عمر ما كان في بينا حب. لا لا، ما اسمحلكش خالص، ما اسمحلكش إنك تهدم كل الحاجات الحلوة اللي كانت بينا. في إيه يا أيمن؟ أنا عارفة إنك أنت بتهرب مش عايز تعترف انك طردتني من حياتك وقفلت الباب في وشي. كل ده استحملته يا ايمن، اسكت. لكن تمد ايدك على ذكرياتي؟ لا 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 لا، it's my memories, it's mine. مش هسمح لك خالص انك تهدها هي كمان. كفاية تمثيل يا داليا. أنا عارف إنك أنت طول عمرك ممثلة ممتازة، بس الظرف اللي إحنا فيه ده ما يستحملش تمثيل. بدل الكلام الفارغ اللي أنت عمالة تقوليه دلوقتي، خلينا نفكر سوا في حل للمصيبة اللي أنت وقعتينا فيها. ما كانش عشاننا يبقى عشان بنتنا. بتقول عن كلامي تمثيل؟ أنت اللي خربت حياتي وسرقت عمري. خدعتني في الأول وسلتني في الآخر، جاي دلوقتي تقول لي اني بمثل عليك. ايه يا ايمن؟ ايه فاكرني؟ ايه ست ما عندهاش قلب، ملهاش عواطف، بس كده عايشه الهدف واحد، نفسي والفلوس. وبعدين يا داليا لا المكان ولا الظروف مناسبين للتمثيليه البايخه اللي انت بتعمليها دلوقتي. وفريها الجمهور تاني ممكن يصدقها. خلينا دلوقتي نفكر في طريقة نطلع بيها من الوضع السخيف اللي انت حطتينا فيه ده. الوضع ده له من مصلحتي ولا من مصلحتك. وبالنسبة لبنتنا هيزيها قوي وجايز يحطمها. وبعدين انت عارفة كويس ان كلمة واحدة مني للمسؤولين في البلد دي هتخلي وضعك هنا صعب قوي، اصعب مما تتصور. بس انا مش عايز اورط بنتي وادخلها في حكاية مشبوهة زي دي. كفاية تقول وتعيد بنتي بنتي بنتي، ايه ده؟ هي عيشة يعني بنتك انت بس؟ الله، ما انا برضك امها وخايفة عليها وبدافع عن حقوقها ومصلحتها. والله بتحافظي على مصلحتها؟ علشان كده بتطلبوا مني ان انا اتخلى عن مبادئي وقيمي وتروحي للناس اللي حطموا حياه ابويا وسرقوه وخلوه يسيب مصر علشان تقفي معاهم ضدي؟ انا هقف مع الشيطان نفسه لو كان ده ينفعني ويخلي بنتي معايا. هتخسريها يا داليا، صدقيني هتخسريها. انت بتلعبي بالنار
النار لما بتولع ما بتفرقش، هتحرقنا كلنا. انا عارف كويس ان الجماعة دول لسه وراكي وبيحاولوا يستغلوكي على قد ما يقدروا، لكن تأكدي يا داليا انهم اول ما يحسوا انك ملكيش فايدة مش هيترددوا لحظة واحدة في التخلص منك. غبائك وطمعك ورطوك في الخطر ورطوا بنتي معاكي، لكن كفاية بقى، المسائل لازم تقف عند الحد ده. مش هتبطل يا ايمن، مش هتبطل تهيؤاتك المضحكه دي وخيالك اللي بيسرح وبتشوف دسائس ومؤامرات في كل حاجه. مش شايف نفسك انك بقيت مضحك؟ سو فاني. طيب نفكر شويه سوا بالعقل، لو الجماعه دول نيتهم حسنه كانوا هيجولي بشكل طبيعي ويعرضوا عليا مقترحاتهم، لكنهم ما عملوش كده. دول من اول يوم لجأولي كنتي لانهم عارفين انهم مش هيطلعوا مني بحاجه. يا داليا دول ما تورعوش انهم يقتلوا، وانت عارفه ده كويس، وتخطيطهم الجاي هيكون عيشه علشان يلقوا دراعي. معقوله مش شايفه ده كله ولا فاهمه ايه اللي بيحصل حواليكي؟ عيشه في امان، واتحدى اي واحد في الدنيا يعرف هي فين دلوقتي ومطرحها فين. شفت بقى انك انت نفسك حاسه بالخطر اللي بيهددها رغم كل اللي قلتيه من شويه. انا مش عبيطه ولا غبيه زي ما حضرتك بتقول. انا فاهمه كويس ان الجماعه دول لو انقلبوا عليا في لحظه هيبقوا خطيرين زي ما انت بتقول، بس اللي انا مش فاهماه يا ايمن هو اصرارك العجيب انك ما تتعاملش معاهم. يا ايمن الفلوس ملهاش ريحه. انا مش فاهمه انت بترفض باصرار ليه، بتهد كل اللي انت بنيته بتعبك وجهدك وبتهدم حياتنا الزوجيه وسعادتنا وبتهرب بابحاثك كل ده علشان ما تتعاملش معاهم. ايه ده يا ايمن؟ ده فوق حدود العقل وظلمك ليا فوق حدود الخيال. ظلمي ليكي هي دي النتيجه اللي انت توصلتي اليها؟ واضح ان مفيش فايده معاكي. انا كل اللي ممكن اقولهولك دلوقتي خدي بالك من عيشة وحافظي عليها كويس، لأن لو حصل لها أي حاجة مهما كانت صغيرة هدفعك الثمن عنادك وغبائك. الثمن ده هيكون غالي أوي.